حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم راح نتكلم بها عن معاناة حملة الشهادات العليا، وأيضا عن الخريجين في العراق بشكل عام، إن كانوا خريجي جامعات أو أصحاب شهادات عليا، معاناتهم شلون، التعيينات، التقاعد، أوضاعهم، رواتبهم. هذا الموضوع كله راح نأخذه. أيضا أكو تظاهر اليوم لحملة شهادات عليا أمام مقر رئاسة الوزراء، شنو اللي صار بيها؟ نتابعها بعد الفاصل. سويتوا ورا صدام، بنيتوا لكم شغله، سويتوا لكم رصيف، بلد فككتوه من الشمال للجنوب، شنو اللي سويتوه؟ حرام عمي، وراح يسجل التاريخ ويمهل ولا يمهل. زين ربك بالمرصاد. اكو وزاره مضبوطه؟ تربيه، جهال، تخلف، مدارس ابتدائيه ومتوسطه حششه، شكو شنو اللي سويته صار 16 سنه. والله اكو رب اللي ما تغمض عينه، شباب مجوره، شباب ما عنده يطب عليه حمال يقطيني 5000 ارجع للنار روان. فرحانين عندكم دوله؟ دولتي ايش هاي؟ دولتي ايش؟ دولة البطيخ. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. بداية أي شخص يحب يتصل بينا يسمعنا رأيه حول موضوع اليوم اللي هو حملة الشهادات العليا وتعامل الحكومة مع حملة الشهادات العليا، أرقام البرنامج ظهرت أسفل الشاشة على أي رقم يقدر يتصل بينا، واللي ما يقدر يتصل عندنا رقم مخصص لبرنامج الواتساب راح يظهر أسفل الشاشة حاليا ظهر. أتمنى يرسلنا رسالة يبين لنا بها معاناته، متبوعة كما أتمنى أن تكون متبوعة باسمه أو يعني اسمه ومكانه حتى نقدر نقراها للسادة المشاهدين. بداية اليوم أكو تظاهرة حصلت أمام مقر رئاسة الوزراء، المقر الجديد اللي طلع بعادة عبد المهدي بالعلاوي. المظاهرة لحملة الشهادات العليا كانوا يطالبون بمطالب مشروعة اللي هي التعيين والرفق بهؤلاء، بهاي الطبقة، بطبقة المثقفين. حملة الشهادات العليا يعني من المفترض أن يتسنموا منصب مهم بالعراق وهو التعليم والتدريس، وأيضا أن يكونوا في مراكز يبينون طاقتهم اللي درسوا من أجلها. كل شخص وكل مواطن بالعراق وبالعالم كله يدرس سنوات عمره، ابتدائية، متوسطة، إعدادية، وبعدها جامعة. بعد ما يخلص الجامعة جزء كبير من خريجي الجامعات يذهب إلى التحصيل الدراسي العالي حتى يحصل شهادة الماجستير وأيضا شهادة البروفيسورية أي الدكتوراه. بعد الدكتوراه يحكم بحوث علمية وخبرة علمية حتى يحصل على درجات علمية ويصل إلى رتبة الأستاذية حتى يرفق مع اسمه الألف ويصير ألف دال، أي الأستاذ الدكتور، أعلى مرتبة علمية وهي البروفيسورية. لكن الدكاترة في العراق الذين يحملون شهادة البي اتش دي اليوم ما لهم مكان. لهذا السبب خرجوا بتظاهرة، التظاهرة يطالبون بها تعيين ويطالبون برواتب ويطالبون بحقوقهم المشروعة، لكن القوات الأمنية صرفت وياهم بغير شكل. خلونا نتابع شلون تعاملت وياهم. حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه اليوم 25/9/2019. احنا بالاعتصام سلميين وحضاريين لمدة 103 يوم، احنا هذا اليوم 103 يوم سلميين وحضاريين، لكن هكذا عاملت الحكومة العراقية حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه، هكذا يتم معاملتهم.
هكذا يتم معاملة الشهادات العليا في العراق. 103 يوم من الصبر ونايمين بالشارع والشمس والحر والمصاريف وكل شيء، وبالتالي هكذا تعاملنا الحكومة العراقية. حامل شهادة الدكتوراه هذا هو حاله في العراق. مرة أخرى نناشد، أتمنى صوتي يوصل، قائد الإصلاح السيد مقتدى الصدر بالتدخل الفوري والعاجل. يا قائد الإصلاح أرجو التدخل الفوري والعاجل. هذا دكتور عباس، هذا حال دكتور في العراق، هذا دكتور عباس، وهذاك دكتور علي من ديالي، وهنا الأستاذ ماجستير ودكتوراه. هكذا يعاملونا في العراق. هكذا يعاملون حملة الشهادات العليا في العراق. هل يرضى السيد الدكتور قصي؟ هكذا يعاملون شهادات العراق الماجستير والدكتوراه. الله شوف هاي حملة الشهادات العليا. اللي بالفيديو الصوت اللي دا يصور يقول هكذا يعامل حملة الشهادات العليا. زين، واحد متظاهر صار له 103 يوم، 103 يوم هو دا يطلب بحقه، يطلب بتعيين ويطلب بتكريم للي سواه، يطلب بتكريم لشهادته حتى انه يؤدي دوره بالمجتمع، لانه حامل شهادة عليا حسب ما يعني ما يفكر هو انه هو درس هاي السنوات كلها حتى يحصل على الدكتوراه ويحصل على الماجستير حتى يخدم البلد، لكن ان يركن على الرف يرفض. ف تدخل لهم قوات مكافحه شغب وقوات امنيه وسيارات مياه وترميهم بالمياه بهذه الطريقة، ويتم الاعتداء على النساء وتضرب النساء بالمياه الساخنة وبمدافع المي مثل ما شفتوا، يعني شابة تنشمر مسافة كبيرة عن السيارة نتيجة فتح مدفع المي عليها. أيضا يعني يتم اعتقال أحد المنظمين لهذه التظاهرة، وإن شاء الله يكون ويانا على الهاتف اليوم، وينفتح عليه مدفع المي. يعني هذا التعامل من قبل القوات الأمنية ليش؟ زين، هو شخص دا يريد يؤدي دوره، دا يريد يخدم البلد، يريد يدرس ويخرج أجيال على إيده، يريد يكون في مكان مثلا دكتور طبيب يقدم خدمته إلى الطب، دكتور في الهندسة يقدم خدمته إلى المهندسين وإلى عمران البلد، دكتور في أي مجال من مجالات العلم يقدم خدمته في مجاله حتى يبني البلد ويرتفع شأن البلد ويتطور هذا البلد، وما يظل على الحال اللي احنا دا نشوفه به. ليش يعاملون بهذه الطريقة؟ ليش القوات الأمنية تقمعهم؟ ليش ما لهم حقوق؟ ليش حملت الشهادات العليا مسلوبين الحقوق في عراق ما بعد 2003، أو في ديمقراطية ما بعد 2003، أو في السيادة والدستور اللي تدعي بها الحكومة؟ ويانا أحد منسقي تظاهرة اليوم من حملة الشهادات العليا، الدكتور عباس علي من بغداد عبر الهاتف. حياك الله دكتور. الله يحييك أستاذ، وشكرا لقناة الرافدين الفضائية. حياك الله، وهذا واجبنا دكتور لرفع صوت العراقيين إلى الناس أجمع وإلى العراقيين حتى يشوفون حالهم وحال العراقيين. إحنا يعني واجبنا أنه نبين الحقيقة ونوقف وياكم. أولا الحمد لله على السلامة، حسب ما وصلتنا المصادر أنه اعتقلت اليوم في تظاهرة اليوم، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ طبعا بالبدء شكرا للقناة الكريمة على إتاحة الفرصة لنا للتحدث حول اعتصام حملة الشهادات العليا. طبعا منذ أكثر من 103 أيام حملت الشهادات العليا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء أمام مبنى وزارة التعليم العالي
قاصدين منها تعيينهم على ملاك هذه الوزارة، وإن لم يصح على الوزارات الأخرى. من هنا بدأنا وانطلقنا، حيث بدأت لقاءاتنا مع السادة المسؤولين من الأمين العام لمجلس الوزراء والسيد الوزير وزير التعليم العالي قصي السهيل، ومن ثم السيد الوزير وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان والسادة النواب، حتى دخلنا مجلس النواب في لجنة التعليم العالي، لقاء كان لنا مع أعضاء اللجنة، وفي لجنة المالية أيضا كان لنا لقاء. خرجنا بمحصلة، نحن قلنا من البداية أن لدينا حلول وليست مطالب. نحن حمل الشهادات العليا حملت فكر، ولدينا رؤية، رؤية قانونية ورؤية سياسية، ونمتلك من الفكر ما يؤهلنا أن نقدم حلول وليس مطالب. قدمنا جملة حلول. شكلت رئاسة الوزراء لجنة منذ شهر السابع، طبعا احنا يوم 16/6 خرجنا، بعد تقريبا اقل الشهر شكلت لجنة برئاسة الدكتور عصام مفتش وزارة التعليم العالي، وعضوية كل من وزير وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة التخطيط ووكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع عضو من الممثلين من المعتصمين عفوا. المداولات والحراك التفاوضي إلى أن خرجنا بجملة توصيات، رفعت هذه التوصيات بعد توقيع اللجنة إلى رئاسة الوزارة. منذ 3/9 إلى الآن طبعا تحتاج ربما إلى إطار قانوني، تحتاج إلى يعني إعادة صياغة، فذهبت إلى الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء. نعتقد أن البيروقراطية التي يعيش بها البلد والروتين القاتل وسلسلة المراجع هي من يؤخر إنجاز معاملات الناس وحاجاتهم. اليوم كانت لنا وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء في علاوي الحلة قرب جامع ابن بنية. خرج لنا أحد السادة المسؤولين من مكتب رئاسة الوزراء، هذا طبعا كل مرة يخرج ويقول لنا أن معاملتكم وأن قضيتكم وصلت لنا. اليوم خرج لنا منذ 3/9 واليوم 25/9، أعتقد 22 يوم كفيلة بأن تحل قضيتنا ويوقع عليها رئيس الوزراء. ربما انشغل بسفره إلى الصين نعذره، ولكن ما قبل هذا اليوم خرج قال قضيتكم ربما تستغرق شهر أو شهرين. طيب احنا 103 يوم الآن في الشارع، كيف لنا أن نصبر؟ طيب دكتور إذا سمحت لي، يعني أنت قلت أنه تحملون رؤية أو حلول، يعني نقدر نعرفها والسادة المشاهدين يتنورون بهذه الرؤية؟ نعم، الرؤية احنا نملك قانون، عندنا قانون يعرف بقانون 59 صدر في 15/5/2017. نعم، هذا القانون متكون من 12 مادة، المادة الثانية منه تقول أن وزارة التعليم العالي ملزمة بتعيين ما لا يقل عن 20% من حمل الشهادات العليا في مؤسساتها، والمادة الخامسة منه أيضا تشير إلى أن لابد من تعيين 15% من درجات الوظيفية، طبعا درجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك في الموازنة، إلى حمل الشهادات العليا في الوزارات كافة 15%. من طلعت موازنة 2019 اللي شملت 64,000 درجة وظيفية دون يعني الموازنة التكميلية ل 15,000 درجة، احنا المفروض ناخذ من ال 64,000 ناخذ بحدود 89. الا اننا تفاجئنا ان بعد اقرار الموازنة وبعد اصدار التعليمات وبعد اطلاق الدرجات ان وزارة الكهرباء مثلا قد حجزت 32,000 درجة وظيفية الى العقود والاجور، ولم تخصص 4,000 ويعني كسر الحمل الشهادات العليا نسبة 15%. كذلك في وزارة الصحة، كذلك في وزارة الدفاع، في وزارة الداخلية. هنا بدأ الحراك يعني يتصاعد، لأن كنا سابقا نناشد. بدأنا بالخروج باعتصام لأن وجدنا أن التظاهر غير مجدي والاعتصام هو يأتي بالحكم، وهذا ما أكده طبعا الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ نعيم حميد نعيم الغزي حينما التقينا فيه قاده، قال بالحرف الواحد: نحن في بلد إن لم ترفع صوتك لن تحصل على حقك. ومن هنا انطلقنا، قلنا إذن لنرفع صوتنا وننادي ونناشد. قدمنا حل، قلنا لهم احنا نريد مجرد أن هناك درجات فائضة من حركة الملاك في وزارة التعليم العالي بعد أن جمعوها جماعة الموارد البشرية في الوزارة، ظهرت عندنا ما يقارب 5,000 درجة وظيفية.
وهذه حركة ملاك. نعم الوصف الوظيفي لا يتناسب مع الماجستير والدكتوراه، يعني مو الكل، وإنما من الممكن أن يطلع منها 3000 درجة وظيفية، يعني فقط في الموصل لأربع جامعات طلعت عندنا ما يقارب 1800 درجة. طيب. وفي الفرات الأوسط طلعت 2000. طيب الحل أو التوصية اللي وضعتوها شنو؟ وضعنا أنه ردنا زيادة النسبة من 20% في وزارة العمل إلى 60%. قالوا أن هذا يحتاج إلى تشريع برلمان، قلنا لهم طيب. طيب اليوم يعني بعد 103 يوم طلع لكم شخص من مقر رئاسي وزراء بالعلاوي وحدثت أنه صارت عملية دهم على المتظاهرين حسب ما افتهمنا، سب وشتم وضرب وفتح مدافع المياه، ممكن توضح لنا هاي الصورة؟ طبعا بعد نزول أحد أعضاء المكتب قال بالحرف الواحد إن قلت لكم كاذبا أن القضية تستغرق شهر إلى شهرين، وأن قلت لكم صادقا ما أدري. كلمة ما أدري أو لا أدري يعني ما حدد لنا شخص، ما قال إنه يوم غد أو بعد غد أو يوم الأحد الاثنين الأسبوع القادم، لأن حتى نجحت أنت ما جاي تتكلم مع أناس بسطاء ولا جاي، نعم بسطاء بالواقع المادي والمعيشي، لكننا نحمل شهادة عليا، يعني ماجستير ودكتوراه هم أعلى القمة هرمية. نعم نعرفها. طيب هنا بدأ يعني حالة الغليان والغضب، ويعني يعني حسينا أن هناك تسويف وأن هناك مماطلة وأن هناك مجرد وعود لا تفي لا تؤمن ولا تغني عن جوع. نزل الأخوة إلى الشارع. الشارع هو لم يكن استراتيجيا، الشارع هو جانبي مجاور إلى النفق، والنفق بقى مفتوح، بمعنى أن الذي يأتي من الزوراء باتجاه منطقة العلاوي يأتي ينزل في النفق ويفهم، لكن الذي يأتي من المنطقة من الجسر المعلق باتجاه المنطقة الخضراء ويعني يأخذ يمين باتجاه العلاوي، هذا هو الذي قطع أمام بوابة مجلس الوزراء. تفاجئنا بالكم الهائل من مكافحة الشغب، 3 سيارات تحمل تراطيم المياه القاتلة تترك أثر في الجسم. أنا أغمي عليه بسبب ضربة المياه بالرأس، ومن ثم بدون يعني حقيقة كان عندي تركيز ربما يعني مختل نوعا ما لأن الضربة كانت قوية، جاءني أحد الأخوة الذين يرتدون البدلة وطلب مني عن الانفراد كلام، كنت أتصور أنه يطلبني للحديث. تفاجئت بعد عبورنا حاجز القوات الشر قال أخذوه، سلموني 3 ذكر أنه هو مشينا بسرعة وأدخلوني إلى الدار. هناك جرى تعصيب عيني وفتحوا تحقيق، يعني جملة التحقيق أنتم ما يصير تقطعون الشارع، لازم هذا الشارع ملك عام. طيب إحنا ما عندنا نقابة دافع عنه، ما عندنا وسيلة ضغط. طيب دكتور عباس يعني إذا سمحت لي، يعني أكو عدد من المتظاهرين اعتقلوهم، تعرفون عندكم إحصائية لهذا الأمر أم لا؟ لا بس أنا كنت يعني رادوا هم حاولوا، لكن الشباب لم يعني يعطون أنفسهم. يعني لكن السؤال اللي يتبادر للأذهان عد ليش بس أنت بالتحديد؟ وأنا باعتبار المنسق نعم، يعني يعرفون بحضرتك أنه أنت المنسق إلى هذه التظاهرة. نعم. أنا كنت أحشد إلها منذ فترة طويلة منذ 6 طيب أنا ما أريد أثقل عليك، أنت تعبان من ما جرى اليوم، لكن سؤال أخير إذا سمحت لي، بعد هاي الحادثة شنو راح تسوون أنتم كحملة شهادات عليا في العراق؟ والله هي اليوم رب ضارة النافعة، سبحان الله، أن حينما كنت في التوقيف زارني أحد الأستاذ المسؤولين الكبار وقال انه احنا نأسف لما حدث وما جرى، وكان رده الفعل انه ربما عنيفه، لكن لا يجوز ان تمارس حريتك بهذا الكيف بكيفيه يعني كما تشاء، انه تقطع ارزاق الناس او مصالح الناس. قال اننا سنعجل من الاجراءات ونحن بانتظار هذا. هذول النواب في البرلمان زاروك؟ لا في الجهات التنفيذيه. يعني وعفوا دكتور، يعني هل لديكم الثقة الكاملة بأنه سيصدقون فيما قالوه؟ والله
والله هي الحلول اللي صعدت، التوصيات اللي صعدت هي ثلاث يعني مستويات. مستوى أول هي آنية التنفيذ، طيب. وهي بإمكان أن ربما بتوقيع واحد تنهي أزمة، وأخرى متوسطة المدى، والأخرى تكون بعيدة المدى، وهذه تستغرق يعني وقت. إحنا ما مستقلين الوقت، بالعكس نتمنى أنه تنجز ثلاث محاور، لكن نريد الحل الآني الآن على الأقل حتى نفك الاعتصام من خلاله. نعم نعم. الدكتور عباس علي، منسق تظاهرة حملة شهادات العليا أمام مقر رئاسة الوزراء العراقية في منطقة علاوي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك للانضمام إلينا في البرنامج. ويانا اتصال أبو زينب من النجف، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. طبعا هذا ما شاهدناه بالتلفزيون يعني فد واقع مخزي جدا. نعم. لأن هؤلاء يدعون دولة القانون، يدعون كفل حرية المواطن بالتظاهر السلمي. هذا الأسلوب اللي سووا ياهم بالمدافع المياه هذا ما تستخدمه إلا بس الصهيونية العالمية. نعم. يعني عب عليهم هذول القاعدين بالمنطقة الخضراء ومجلس الوزراء وغيرها، مع ناس اللي هم صفوة المجتمع، صفوة المجتمع، حملت شهادات عليا بمختلف الاختصاصات، ماجستير ودكتوراه، يعاملون بهذه الطريقة الشوفينية الرجعية التقهقرية. نعم. يفتحون على نفسهم اللي جماعتهم جديدهم دولة بمجلس النواب وبالحكم وغيره. يعني تلقى سادس ابتدائي بيعرقي وفجأة تلقى دكتوراه. يبيع عيالي قنايلون وفافون فجأة دكتوراه. وين صحة الصدور مالته؟ مثل ما احنا تعيننا رواتبنا واللي سنة واللي سنتين، وإلا إذا كتاب صحة الصدور مال الشهادة من الجامعة ومو باليد عن طريق المعتمد، يلا أطلقوا رواتبنا. طيب لولا وين صحة الصدور مالتهم؟ يا تلزم دكتوراه هو تلقاه يبيع فلافل، تلقاه عامل بناء. بعدين أكو شغلة مهمة، اللي دمر العلم والتعليم بالعراق من 2003 إلى الآن هو المدارس والكليات والجامعات الأهلية. هذه يجب أن تلغى بالكامل. أولاً راح تزيد عدد الخريجين، وكإفراد أيضاً راح يزداد أيضاً عدد طلبة وخريج الدراسات العليا، وهذول من حقهم أن يتعينون لأن عندهم عوائل يريد يعيش. يعني تدري أكو أطباء مهندسين حملة شهادة عندهم يشتغلون حمالين بأي دولة بالعالم هاي صايرة. نعم. زين قراراتهم بالتعيين وكذا، وين حقوق الانسان؟ هاي مئات المليارات اللي انصرفت من 2003 وراحت هباء هيك، وينها ومن حاسبهم عليها؟ ويا مسؤول يجيك يقول لك ساكشف الفاسدين، وهو اول فاسد وكل شيء ماكو. الامر كله منوط بالشعب، والشعب غبي وجايف وما يستحق الحياة. لا لا يعني أبو زينب، يعني إحنا الشعب مريد نتجاوز عليه، لأنه الشعب العراقي شعب أبي بالتأكيد، لكن هو مو نقول مسلوب الإرادة، لكن المتسلطين من الأحزاب هي اللي أوصلت العراق إلى هذا الحال، مو الشعب. لأنه الشعب لو راضي عليها ما يحكي، والشعب لو راضي على السياسيين وراضي على حكمهم ما كان هجرهم بالانتخابات، والشعب لو راضي عليهم ما كان سوى اللي سواه بيهم بالنجف وبكربلة وبالبصرة وبميسان وبذي قار وكافة محافظات العراق. ماكو مسؤول، وحتى بالأنبار وبالموصل وبصلاح الدين ومن العراق من الشمال إلى الجنوب، ماكو مسؤول وصل إلى تظاهرة من تظاهرات الشعب إلا وانطرد من عدها، وبيهم اللي انضرب، وبيهم اللي اتكسرت سياراته، وبيهم اللي 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 تأذى. والدليل يعني بعد حادثة العبارة بالموصل شوف اللي صار بنوفل العقوب، وبعد تفجير الكرادة شوف اللي صار بحيدر العبادي، ومظاهرات الجنوب المعممين والسياسيين كلهم انطردوا. فالشعب العراقي يعني بريء من كل تهمة تنسب إليه. الشعب العراقي شعب أبي، فما نريد نوصل إلى هالمواصية. أتمنى من السادة المشاهدين أنه يعرفون هاي النقطة. لكن أنه أكو نقطة أثرها الدكتور عباس علي، قال أحد المسؤولين اللي ظهر لهم من رئاسة الوزراء، قال له
انه قضيتكم وصلت، واذا اريد اقول لكم كاذبا انه تستغرق شهر او شهرين، بس صادقا والله ما ادري. يعني اذا انت ما تدري منو يدري؟ يعني اذا واحد طالع من رئاسه الوزراء ويجاوب المتظاهرين بهذا الجواب، بعد منو يدري؟ ترامب يدري؟ لو حسن روحاني؟ لو قاسم سليماني؟ اذا انت برئاسه الوزراء تقول لهم انا ما ادري قضيتكم منو يسويها، زين منو يحلها؟ وين يروحون؟ هذا السؤال المهم جدا. وليش جبتوا لهم قوات مكافحه الشغب اذا ويا حملت شهادات عليا ايش تتعاملون ويا باقي ابناء الشعب العراقي وباقي يعني ثقافات الشعب العراقي؟ شلون تتعاملون وياها او طبقيات الشعب العراقي؟ هذا سؤال مهم جدا. اذا ويا المثقفين ايش تتعاملون؟ ويا الفلاح شلون تتعاملون؟ مع احترامي، لكن الفلاح له دور في العراق، والمعلم له دور، والدكتور له دور، وكل فئه من فئات الشعب العراقي لها دور. زين الطبقة المعدمة شلون تتعاملون وياها؟ زين الفقراء شلون تتعاملون وياهم إذا طلعوا باكر عقبه يقول لك إنه إحنا نريد نعيش؟ فهذا سؤال مهم، يعني أتمنى يجاوبوني عليه المسؤولين. أبو فيصل من السعودية حياك الله. أبقاك الله، مساء الخير. مساء النور. تحية لك أستاذ أفر، وتحية للقناة وكادر القناة والشعب العراقي العزيز. حياك الله. أبقاك الله. بالنسبة لهذه المظاهر نجين ونستنكر ما تقوم به الحكومة من ضد الشعب العراقي الأبي من أعمال من قمع، وهم يدعون أستاذ يقولون الحرية، وإذا صدعوا روسنا بهذه الحرية المزعومة الفاج. احنا نعرف أن هي حكومة إيرانية بامتياز ما فيها شك، لكن لدرجة يعني ناس تطالب بوظائف، ناس 16 سنة من حرمانهم من كل شيء من ثمرة بلدهم. ما هذا الحكومة؟ هذه الحكومة غريبة عجيبة. ونطالب من دولنا العربية بعدم احترام شرعية هذا النظام المجرم بالعراق. وتحية لك، تحية العراق. نعم، شكرا. شكرا لك أبو فيصل. أم أزهار من العاصمة العراقية بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبه لو اكو حكومه فعلا، لو اكو حكومه كان هسه ترانسفير هذول الناس اللي عندها كفاءات التعليم العالي او هذول اللي عندهم شهادات عاليه، دكتوراه وماجستير الى اخره. لكن هاي الحكومه هم كلهم ما عندهم شهادات اصلا، وما يعترفون بالشعب العراقي. هم جايين ياذون الشعب العراقي، ما معترفين به اصلا. اللي قاعد بالبرلمان عنده جنسيتين، واللي قاعد بالوزاره عنده جنسيتين، واللي قاعد ورئيس الوزراء عنده 3 جناسي، ورئيس الدوله عنده 4 جناسي. يعني هم كلهم جايين من دول من ما مو محبين لهذا البلد، وانما يرجون يسقطون هذا البلد. ولكن هم تعاملهم هذول الناس اللي عندها شهادات عاليه ويتعاملون وياهم بهالشكل بهالبذاءه هذه، يعني هذول ما عندهم اخلاق ابدا، يعني ذره اخلاق ما عندهم. او يطلع انا راح اجاوبك على هذا اللي قال لهم بعد شهر او شهرين او ما ادري، هذا من الوزارات، لانه هو ما يدري، ما يعرف العالم البلد شو يريد، ولا يعرف هالشباب الجوعانه شو تريد، ولا يعرف هذول التعبه واخذوا شهادات وقعدوا على الرصيف شو يردون. لكن هو يعرف انه قاعد بالوزاره وياكل ويشرب ما دم الشهداء ودم الناس الفقراء، ها؟ فهم مستهزئين بالشعب العراقي. هم هذول العصابات مستهزئين بالشعب العراقي، ما يحترموهم. يو يحترموهم ما كان يذبون عليهم مي، ولا كان يأذون النساء الموجودة، ولا هالشباب الموجودة. وبعدين يعني هو مو بس هذا، والقمع اللي يصير عليهم الناس القاعدة بالبيوت اللي يوقعوها على راسهم، والنساء اللي قاعدة تبكي على أولادها، والنساء اللي قاعدة يدور أولادها بالسجون وماكو. يعني إحنا منين نباوع؟ منين؟ من أي جهة ننظر لهم؟ أكو شيء حسن سواه من 16 سنة؟ لو شوية شوية
يعني شويه شويه عندهم ضمير واحساس، يسوون شويه شيء زين للشعب حتى الشعب يلتفت لهم شويه، لكن هم من 16 سنه هجموا للشعب ووقعوا وقع من هالتمام وجوعوا قتلوه ونهبوه وسلبوه واخذوا بيوته. لا. وكلها لاسباب من المعممين اللي هم اولياء ايران، وهو اللي يحكم بالبلد سليماني والمهندس، لا زويه ولا هذا الكردي ولا هذا بالبرلمان. وانا اشكرك. شكرا شكرا جزيلا لك ام ازهار. صباح من بغداد، حياك الله. عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمه والاكرام. بالنسبه للحكومه يعني وقفت عاجزه عن تقديم يعني التعيينات والوظائف الخدميه للناس، يعني المفروض هسه بالشعب هذا العاطل المفروض الحكومه توفر لهم وظائف للخريجين بالذات. وشفنا احنا ماساه هاي الشهادات العليا، الدكتوراه والماجستير، وخلصوا بكالوريوس واهلهم تعبوا عليهم وعانوا ما عانوا في سبيل اولادهم يتخرجون، وهسه هم حاليا عاطلين، يعني اللي قاعد بدون عمل وبدون شغل يعني شهر شهرين ثلاثة أربعة بالتأكيد راح يعني مصرف ما عنده، شلون يتزوج، شلون يكون أسرة، أمتى بني مستقبله، هاي الدراسة اللي بدماغه كلها راح تطير من عنده إذا ظل عاطل 6 سنوات وسبع سنوات بينما هي 16 سنة. وإحنا نعرف أن الوزارات نظام قديم بالدستور أن المتقاعدين والمتوفين والمفصولين والمفقودين هسه حاليا كل هاي الدرجات عند الوزارات شاغره، يعني ترفع هاي الدرجات من يتقاعد الشخص الى مكتب الوزير ووكيل الوزير الاداري هم يتخصصون يقول لك عندنا درجات شاغله هالوظائف هاي مخصص لها تخصيص مالي من وزارة المالية، يعني بالأساس هي أكو درجة بس صاحبها طلع تقاعد المفروض به يعوضون. وقبل هاي الأزمة مال الحشد الميليشيات وغيرها كان الوزير هو يعين من يعني شخصة يعني عنده درجات شغل ترفع له، مثلا خلنا نعطيك مثال وزارة التربية، وزارة التربية محمد تميم ومحمد أقبال كانت ترفع لهم درجات من كل وزارة التربيات المحافظات والأقسام، هلقد بالآلاف مؤلفة ناس تتقاعد شهريا وسنويا وناس تنفقد وناس ينفصلون. هاي الدرجات الوزير هاي الدرجات من أخذها؟ احنا نعرف عندنا معلومات من رئاسة الوزراء هاي المعلومات ان كل هاي التخصيصات المالية مال الدرجات التعويضية رفعت الى الحشد، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وبالذات الحشد تعينوا بيها ناس بالحشد، ناس ميليشيات عينوا بيها. فتشوف هاي 6 سنوات تقريبا 6 سنوات الحكومة العراقية ما عينت درجات وظيفية مدنية كل الوزارات. ليش؟ لان هي الامر مو بيدها مثل ما قالت الاخت، الامر بيد قاسم سليماني وبيد المهندس، فهاي الدرجات ما عندهم تخصيص مالي يعني إضافي، يعني يخصص وزارة المالية تخصص درجات جديدة للناس اللي جاي يتخرجون. كل سنة قد يتخرجون عندنا من كليات، وكل سنة قد يتخرجون ناس عندنا من درجات الماجستير والدكتوراه، المفروض بيهم الدولة توفر لهم وظائف، لكن الدولة ما عندنا دولة، احنا ما عندنا وزراء وما عندنا مصانع وما عندنا يد عاملة في سبيل يبني مصنع يعين له فيه 1500 موظف عامل في سبيل هذول يعينون أسرهم، ماكو هاي الشيء هذا ما موجود نهائيا. فالدولة دولة ميليشيات هي تقود العراق، والعراق الآن رائع لكن الشعب نائم. الشعب المفروض هذول الدرجات الدكتوراه والماجستير والكل كل تقب على هاي المنطقة الغبراء، المنطقة الخضراء اللي ما شفنا من عندها خير، ما عندهم أي إنجازات. شنو إنجازاتهم؟ هاي وزارة الزراعة عاطلة، وزارة الكهرباء بلا كهرباء، وزارة الموارد المائية، الهجرة والمهجرين، سوت بالملف النازحين والمغيبين والمخيمات، الحكومة وقفت عاجزة أمام هذه الملفات اللي هي تعتبر حيوية واللي هي المفروض يهتمون بيها، ماكو أي اهتمام، ناس جاي تسرق والمرجعية حصتها طالعة خمس من سرقات الوزراء والكامسيونات والغيرة والكل ساكت، شعب ساكت وحكومة جاي تسرق. شكرا شكرا لك اخ صباح. طبعا هاي الامور ليش انه ما دا يصير وليش ماكو صناعه وليش ماكو زراعه وما اعرف شنو كلها مرتبط بما قال رحيم العقيلي رئيس هيئه النزاهه الاسبق، لكن خليني اقرا بعض رسائل الواتساب واقول اللي قاله رحيم العقيلي. عندنا رساله فيما يخص التعليم ايضا من طالبه سادس من محافظه الديوانيه، قالت السلام عليكم
أتمنى منك توصل صوتي، أنا طالبة السادس من الديوانية، نجحت هاي السنة بمعدل 60، وين ما أريد أقدم يقولوا لي ما مقبولة درجتك، وكل ما أريد أقدم يقولوا لي روحي أهلية. زين الأهلية بمليون وأكثر، وأنا الله شاهد طالبة يتيمة وما عندي غير بس أمي، وما أقدر أعيد السادس لأن الحالة النفسية صعبة ما تسمح لي، مدرسة شبه كرفان، مدرسين ماكو، يا أما تعتمد على نفسك أو خصوصي، وأكو شيء ثاني يقولوا لي قدمي موازي يرفعوك 5 درجات بمليون. زين بهاي الحالة الفقير وين يروح؟ يعني صح معدل ضعيف بس بالحسين تعبت هواي إلا طلعت هذا المعدل، وأريد كلية حكومية يقولوا لي ما يستقبلون معدلك لو أهلية لو موازي. زين أنا من أنطي للأهلية 4 ملايين وأتخرج، أكو تعيين معترف به، طلاب الطب والمهندسين اللي تخرجوا من الأهلية ما معينيهم، حسبي الله ونعم الوكيل. الله للفقير. يعني طالبة سادس تريد تقدم على دراسة، تريد تستمر بتعليمها، صح تقول أنا معدلي قليل، لكن حسب من ما معترف في وزارة التربية جزء من مهامها أنه تعد جدول للكليات وللانتساب لهذه الكليات والانتساب الطلاب في هذه الكليات، الخريجين المتفوقين يروحون طبية وطب أسنان وهندسة وتحتهم درجة يروحون إلى أقسام أخرى في الكليات العلمية في الهندسة والبرمجيات، تحتهم يروحون إلى كليات الإنسانية، تحتهم يروحون إلى كليات الأدبية، وبعضهم في العاصمة بعضهم في المحافظات الأخرى. يعني أكو يعني شيء هرمي أو قانوني لانتساب الطلاب، ليش بالعراق ماكو؟ وليش لما تروح تقدم يقول لها روحي فقط إلى الأهلية؟ يعني هالدرجة أصبح التعليم أو وزارة التربية ما إلها دور؟ وين وزير التربية؟ وين الوزارة؟ وين الغير؟ يعني هاي طالبة هيك معاناتها، باقي الطلاب شنو معاناتهم؟ ومنو دا يدرس أصلاً؟ وشلون دا تخلون الطلاب يتقدمون إلى الدراسة في الكليات؟ هذا هم من هموم العراق. أخ أفل، كل شعب ميت تعصل ل16 سنة منهوب، لا صحة لا حصة تموينية لا أمن لا أمان، عصابات ميليشيات سرقات تضحك عليهم العمايم، يعيش على الفتاوي، وين المرجعية يا شعب؟ ولكم موشنتو تاج العرب والفرس، كل الشعوب صوتها أعلى من السلطة، بس بالعراق شعب متفرق، كم أزمة بعد حتى يتوحد؟ أخي من الذي يحمي هؤلاء العمال أو العملاء والسراق؟ أليس الخونة والرخيصين من الوطن؟ هؤلاء كلهم أنعام بل هم أضل. تحية لك أخي أفل. التعدي على الحريات من الحكومات التابعة لإيران هو تعدي على الحياة الحرة الكريمة التي لم يوفرها أبدا، تعدي على حرية التظاهر السلمي وغير ذلك. كثير وظائف التعليم والصحة والكهرباء لم تتوفر وعودهم، تذهب أدراج الرياح، لذلك وجبت الثورة على الأحزاب للخلاص من واقع الحال ولإيجاد الوطنيين لحكم العراق ولإعادة الأمن والأمان في العراق. لن يتوفر شيء للعراقيين إلا عندما يوجد الخيرون للنهوض بالعراق ومستقبل سيادته. رسالة أخرى من أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم، تحية لكم أستاذ أفل. العراق لديه طاقات هائلة من البشر والعقول النيرة، لكن هذه الطاقات المتجددة في هذه العقول النيرة تهدر على يد هذه العصابة، عصابة الخضراء صنيعة الاحتلال في العراق. لا جدوى من التظاهرات لن تجد نفع، ليس أمام الشعب إلا الخلاص من الاحتلال الأمريكي وأذنابه بالكفاح، ولو هذه الطاقات والعقول في أي دولة من العالم لاستثمرت لمصلحة الدولة والشعب. آخر رسالة عندي لحد الآن، السلام عليكم، مختصر مفيد. أنا كنت أعرف واحد شخص رئيس حزب ما، قال لي إحنا شو نسوي بالكفاءات؟ إحنا نريد واحد لا يعرف يكتب ولا يقرأ حتى نشتغل براحتنا. عمر من بغداد. يعني هذه القضية اللي موجودة اليوم في العراق. طبعا رحيم العقيلي قال أنه ما يحصل بالعراق هو كله عبارة عن فساد في فساد، لأنه مثلا الأريل نطى في لقاء تلفزيوني قال الأريل ما كشف المتفجرات سعره 100 دولار احنا نشتريه ب50,000، قال طيارة تدريب سعرها 1,000,000 احنا نوقع عليها ب13,000,000، وقال محطة الكهرباء أو توليد الطاقة الكهربائية عالميا سعرها 500 مليون دولار، العراقي يشتريها ويوقع على سعر 850 مليون يورو، أي ما يعادل 1,000,000,000 دولار بضعف السعر. فهاي الفساد اللي دا يصير في الصفقات الخارجية والداخلية، دا تذهب أموال الدولة ودا تذهب أموال الشعب. فمن يجي يريد يعين واحد منين يعطي راتب؟ أبو حسن من بغداد حياك الله. السلام عليكم أخوي أفل. حياك الله خي. الله يبارك فيك أخي أفل. أكو فرق بين الوطنية واللاوطنية. نعم. يعني هاي فرق. أي طبعا
فهذول يعني ما يهتمون بالعلم. لما الطالب يكمل دراسته ويدي يعني الوطنية تبني البلد، بس اللا وطنية تخرب البلد. نعم. يعني هذول مو دعاة بناء ولا دعاة علم ولا دعاة معرفة، فلذلك هم دول أرسلوهم الأمريكان لإهانة الشعب العراقي وإذلاله وجعله صفر. يعني هسه لما نشوف الطالب يدرس ويتعب وتعرف سهر الليالي والمصاريف عليه والبحوث والاستنساخ، كل هاي من ضلع أو ضلع أهله في سبيل يوصل مرحلة يخدم بلده، بس هذول دعاة خراب، دعاة خراب بلد يتطور. يعني اكو انسان لما يكبر ويتعلم يبني يطور بلده، يطور نفسه، يطور حياته، يستقر، يعني يشوف اشياء زينه لبلده. هذول ما يردون الشيء للبلد زين، ولذلك هم دعاة ظلام. الشعب اللي يظل يعني يترجى من ذول شيء مستحيل. يعني ناس تدعي بحقوقها تريد توظيف، يعني يخدمون البلد، هم ما يردون واحد يخدم البلد، يردون طول عمره ذليل ومهان. يعني بأي مرحلة بالعراق مستحيل يعني يخدمون البلد. يعني شوف هسه الحياة العامة كلها، يعني أنا واحد من الناس، أنا هسه عاطل يعني شغل ماكو. أحيانا تجيني شغلات شغلة ما يردون أعيش، أنا إلي ما يردون أعيش وأعيش عائلتي. ولذلك هم هؤلاء دعاة ظلام، يعني لا يتبعون لا مرجعية ولا محزن ولا معمم ولا أي واحد، كلهم دول ما يخدموا العراق. هذول عندهم أجندات. الأمريكان ما قدروا العراقيين وجه بوجه بالقتال، ضعفوا العراق بتخالب حروب وويلات الحصار، وخلوه ما يعرف طريقه وين، وجابوا له دول الجهلة في سبيل يعني يدمرون الشعب. لما ندمر الشعب وتخليه دوامة ما راح يعرف يفكر، ومستحيل يقدر يفكر. فهم يريدون الشعب هذا دائما دايخ تعبان ما يعرف وين يمشي، يعني وين المن يطلع. نعم. شوف الدول لما تخلي الانسان يدرس يخدم بلده، يعني شوف اي دوله بالعالم، شوف الانسان محترم هيوله كل شيء دراسه. هسه حتى الطلاب تعال يشتري دفاتر، تعال يشتري هدوم، تعال يشتري جنط، يعني تعبون الانسان يخليه يوصل مرحله الياس. فلذلك يا اخي الشعب هذا يعني نايم، يعني لابد ان يصحى. لا ثباته البلد ما يصير ضريج. نعم. يا شعب العراق يا اخوان استمروا، يعني ولو تظاهرت ما راح تسوي شيء، ما اخذ بالقوه لا يسرد الا بالقوه. نعم. وادعوا من الله يعني يرحم امه محمد، غير هاي ما اقدر اقول بعد. شكرا 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 لك ابو حسن. سعد من الكويت حياك الله. حياك الله والدوم يا استاذي النسمي الطيب الغالي. سلمك. بالنسبه للجهه المعنيه لازم تهيئ لهم عمل. والعراقي اللي من فترة تحدث كلام السليم الشيبة الفتيار يعني قبل البرنامج، يعني البرنامج ومن حقهم المطالبة حتى ولو ليست شهادات عليا، والبرلمان والحكومة سوف إن شاء الله يبنون الجمهورية مستقبلا بمليارات العراق. والبداية يا أستاذي نبدي وجهة نظر بعفوية ورقي، ولسنا وصية على أحد ولا نأمر أحد، والأمر يومئذ لله وإلى الله ترجع الأمور. وآخر الكلام يا أستاذي ادعوا لي بدخول الجنة وإشافي المرضى إن شاء الله، ويوفروا لهم العلاج وزارة الصحة العراقية. نعم. تحياتي لكم وللبرنامج. نعم. أيضا يعني من جزء من معاناة حملة الشهادات العليا هو عدم إنصافهم في التقاعد أو في رواتب التقاعدية. فالبرلمان اللي يشتغل 4 سنين إلى راتب تقاعدي فلكي، بينما الدكتور اللي خدم العراق في مراحل عمره أو الأستاذ الجامعي يخرج بتقاعد قد يكون بسيط جدا ما يكفي يعيش هو وعائلته. هذه أيضا جزء من معاناة العراقيين. قصي سهيل وزير التعليم العالي لما نلتقى بمتظاهري حملة الشهادات العليا اللي الدكتور عباس علي كان واحد من عندهم، يعني قال لهم أنه راح يبادر بنقل هذه المطالب إلى مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس، وأنه لن يدخر أي وسع وراح يبذل كل جهده حتى يجد حل لمشكلة
حملت الشهادات العليا. السؤال إلى أستاذ قصي سهيل، جهدك أوصل الجهات الأمنية أن ترسل لهم قوات مكافحة الشغب عفواً ومدافع المياه وتفريقهم بهذه الشكل وهذه الصورة الوحشية والاعتداء على النساء والاعتداء على الشباب والاعتداء على كبار السن وأيضاً اعتقال المنسقين والتحقيق معهم نتيجة مطلب أو حلول أو رؤية قدموها لكم؟ يعني هل هو هذا ديداً السياسيين بالعراق في تعاملهم مع المتظاهرين ومع الحكومات؟ يا تظاهرة بالعراق لازم أن تقمع؟ أي متظاهر بالعراق لازم ما يطلع؟ يعني يجب على الشعب العراقي أن يسكت على كل شيء؟ أنتوا تردون هيجي؟ سؤال إلى السياسيين هذا مو للشعب. أبو جعفر من بغداد حياك الله. السلام عليكم أخي أسد. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحياتي لك والقناة الفضائية الرافدين للبطلة المناضلة والأخ المخرج والجميع العاملين بها. حياك الله خي. أبو جعفر من مدينة الصدر. الله يحفظك أخي أسد. الله يعزك الله ينعم عليك. حقيقة أخوي أسد. نعم. يعني احنا نسمع الرجل المناسب في المكان المناسب صح ولا هاي قاعدة ثابتة؟ نعم. زين الله ينعم عليك. زين وين من الرجل المناسب في المكان المناسب؟ يا حبيبي يا عمري يا حياتي الله يحفظك أفل. صدقني هاي جايبين عوائلهم هذول الأحزاب الباطلة اللي تابعين السليماني والعلي خامنئي والإيران، هاي يعني جايبين عوائلهم ونسائهم وأطفالهم وكلهم وخليهم في مناصب. والله هاي المناصب اصلا لا يستحقون فراش في ابو سطاير باحتراماتي لمهنه الفراش. نعم. هؤلاء جميعا يا اخي يا افهم احزاب باطله، وثانيا العلم ما ترجح منها لان هم كانوا يجدون بخارج الدول وكاتب كله دكتور وبروفيسور ومدري شنو ماجستير وبكالوريوس وكله شهادات ما هيك شهادات عندهم جابوها من الاجتماع من بريطانيا العملاء هذول كلهم وجوا يحكمون البلد. ترى الله وكيلك ومحمد كفيلك. هذول الناس اللي هسه قاعد اشوفهم بالتلفزيون اللي هم المتظاهرين هذول اصحاب الشهادات الحقيقيه والصحيحه، هذول اللي هم الرجل المناسب المكان المناسب. ولكن هاي الاحزاب عندك طريقين يا حبيبي. الشعب العراقي كلها قاعد يسمع هذه الفضائيه البطله الشريفه، هي فضائيه الرافدين. نعم. اي قناه الرافدين. اريد اقول لك شيء أفل. والله يا اما مظاهره مليونيه ونشحت هاي الأحزاب كلها وندبها أجل الله السامع وأجل الله اسمعكم، يعني بالنفايات كما فعل دول أوروبا وغيرها أو مصر، خلنا نقول أبسط ما يكون. زود ثانية اليوم كنا أهل عندنا سلاح ما شاء الله، شخص يشهد الله ورسوله. نعم. بنسانا وأطفالنا ورجالنا وشبابنا نخرج بسلاح بعد ما يفيد، بعد مظاهرة ما يفيد يا أخي يا أفل. صدقنا هاي يقمعونها ما يفيد، نطلع بسلاحنا حبيبي والله العظيم. وحكومة انقاذ وطني نسوي غير هذا الحكي ماكو. ملينا يا اخي ملينا، كافقة يومية والله العظيم يومية تحضر قلوبنا ألف حرقة، نتنا من التفكير لا خدمات لا كذا. وهسه اخر شيء يعني هذه المرة اللي شفتها ما يستحون هسه بالخرافين مال الماي الساخن هسه. طيب. شفتها على قناتكم ما يستحون هذه المرة اللي وقعت بالشارع ما يستحون شوية. مو هذه عورة عراقية، مو مرأة، مو شرفكم، لان هم ما عندهم شرف صدقني. طيب ابو جعفر من مدينه الصدر في العاصمه العراقيه بغداد، اعتذر منك شديد الاعتذار اللي قطعتك لكن ادركني وقت البرنامج. مشاهدينا الكرام، ما يحصل في العراق هو كله عباره عن فساد. عدم احترام حمله الشهادات العليا هو اكبر فساد من قبل الحكومات العراقيه، واتعجب على واحد يدعي انه يحمل شهاده الدكتوراه ولا يحترم من يحمل شهاده الدكتوراه. حل العراق بيد الشعب العراقي. نتمنى ان تكون حلقه اليوم قد يعني نالت اعجابكم. نلتقيكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله بنفس الموعد. الى اللقاء.